مساء الخير واهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه ومبروك الاهلي على الطريق الصحيح. الاهلي يضرب بقوه. وافتكرت الحقيقه بعد نهايه مباراه امبارح اللي جمعت بين الاهلي وبيراميدز والمكسب الكبير اللي حققه النادي الاهلي بنتيجه 3 للا شيء، المقوله اللي قلتها هنا في السادسه في بدايه الموسم انه هدفنا طبعا بطوله الدوري، لكن انا شايف انه الفرصه ما زالت قائمه. وحتى اللحظه باكد مره ثانيه ان الفرصه قدام لعيبه النادي الاهلي وقدام مستر موسيماني السيزون ده ان هم يحققوا رقم قياسي جديد. مين يقدر على الاهلي؟ ده شعار المرحله. وخدوا بالكم، الاهلي اللي ظهر امبارح قدام بيراميدز لعب بنص حموله، لعب في ظروف صعبه جدا. مش بتكلم على الغيابات، بتكلم على الاسبوع حتى تحديدا اللي احنا عايشينه. الاسبوع ده اللي ابتدى بمباراه المريخ في بطوله دوري الابطال ووصولا لمباراه امبارح امام بيراميدز، وبعد كده نروح او الفرقه وصلت الحمد لله بالسلامه، لسه مش هتروح، هي راحت ووصلت بالسلامه لجنوب افريقيا وتحديدا لجوهانسبرج عشان تلعب مع سان داونز يوم السبت اللي جاي في مباراه في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه في نفس الوقت. خدوا بال حضراتكم، الاهلي هو اقوى هجوم، اقوى دفاع، اقوى فريق او احسن فريق حصل على نقاط. تعادل وحيد ويتيم كنت اتمنى الا يحدث بحثا عن العلامه الكامله، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن الاهم ان احنا ما انفرطش في ولا نقطه، والاهم ان احنا قادرين ما نفرطش في ولا نقطه. الاهلي لعب اصعب 3 ماتشات في الدور الاول. انا بتكلم على 3 مواجهات بقت كلاسيكيه. ديربي الاهلي والزمالك، طبعا انتوا عارفين مباراه القمه وظروفها والخلفيات المرتبطه بمواجهه اهلي وزمالك، والكلام هنا مش مرتبط بالمنافسه على اللقب ومش مرتبط كمان بترتيب الفرق في جدول الدوري. سواء كان مركز ثاني، سواء كان مركز ثالث، سواء كان مركز اخير. تبقى انه ماتشات الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، الاهلي والاسماعيلي بصرف النظر عن الترتيب وفرق النقاط مواجهات دايما صعبه وليها ابعاد بعيده تماما عن المستوى الفني وبعيده تماما عن جدول الترتيب وبعيده تماما عن ارقام كل فريق في المسابقه. والثلاث ماتشات دول تحديدا الاهلي ما رحمش، سواء كان الاسماعيلي اللي كسبه الاهلي بال4 او الزمالك اللي كسبه الاهلي بال5 او بيراميدز اللي كسبه الاهلي بال3. ده ياكد الحقيقه انه المنافسه السنه دي مش هتبقى عنيفه على ابطالنا لو في حاله التركيز والالتزام والمحافظه على المستوى الفني والبدني والاخلاص الحقيقه الكبير جدا اللي بيظهر في اوقات بيحتاجها الفريق، وده ظهر بشكل كبير جدا في مباراه امبارح. واجاده مستر موسيماني اللي لابد ان احنا نشيد بيه، وباكد دايما انه الراجل دايما حاضر في المواجهات الكبرى. واحده من اصعب المباريات طبعا الهدف الاول قفشه الرايق 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 وبشده في مباراه امبارح وتحديدا في لقطه الهدف. وان كان قفشه انا شايفه لسه ما نقدرش نقول ان ده قفشه 10 على 10، يعني قفشه الحقيقه عنده اكتر من كده وتعودنا منه على اكتر من كده، وقفشه اللي احنا عارفينه لسه ما جاش. وشريف طبعا اللي حط الهدف الثالث ولا اروع، برده بشوف انه شريف عنده اكتر من كده بكتير. وبشيء من التركيز شريف كان ممكن يخلص 1 و2 و3 في ماتش امبارح. طبعا كره قفشه بخطا من عبد الله السعيد قدر يستثمرها قفشه ويرقص علي جبر. طبعا التمويهه هنا انه هيشوط دي نص الهدف، والفرشه بتاعت اكرامي نص الهدف الثاني، وبعد كده التخليصه طبعا هدف اول ريح الاعصاب وخلى لعيبه الاهلي تبقى اعصابها اهدى بكتير وتبتدي تسيطر على المباراه بشكل كامل عشان ينزل السوليه طبعا ويحط هدف ثاني. طبعا السوليه امبارح يمكن ما ابتداش المباراه، لكن واضح قد ايه ان وجوده ظابط خط نص الملعب. طبعا دي كره، ناس كتير بتشبه الجون ده بجون القضيه ممكن بتاع النجمه 9. الكره طبعا مع اختلاف الطريقه اللي سدد بيها السوليه، لكن الهجمه على بعضها فيها شبه كبير جدا من عرضيه معلول للهادي اللي راجع من الدفاع، والريباوند طبعا واستلام السوليه للكره. ميكسوني على فكره لعب دور مهم في الجون الثاني، والجون الثالث طبعا اخطاء حدث ولا حرج، اخطاء ساذجه جدا من دفاع بيراميدز. لناس كتير بالمناسبه كانوا بيقولوا انه الاهلي خايف يواجه بيراميدز. طيب ها مين بعده؟ على كل الاحوال بنقفل صفحه الدوري بنروح لمباراه سان داونز اللي زي ما قلت لحضراتكم في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه. طبعا سان داونز احنا شفنا سان داونز هنا واتفرجنا على الفرقه، وسان داونز من الفرق اللي على ملعبها لازم تعمل لها الف حساب، وخصوصا طبعا انك انت بتنافس وبقوه وبتحاول تستعيد جزء من اللي فقدته. احنا فقدنا 5 نقاط غاليه في الدور الاول من مجموعتنا في دوري الابطال، 2 قدام الهلال، 3 قدام بيراميدز، وبالتالي مفيش مجال انك انت تفرط في نقطه. الجميل في الموضوع انك انت هتلعب بعد مواجهه المريخ والهلال بيوم،
المريخ والهلال هيلعبوا مع بعض يوم الجمعه الساعه 3، وبالتالي هيكون واضح شكل المجموعه رايحه لفين. انا اتمنى طبعا نفوز الهلال على المريخ، الاثنين هيعطلوا بعض، والاثنين يدوا فرصه الاهلي في حاله ان شاء الله لو كانت النتيجه ايجابيه ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى تاهلنا محسوم، وهو باذن الله كذلك. خليني اسال حضراتكم من وجهه نظركم مين افضل ثلاث لعيبه في مباراه امبارح على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، صفحتنا الاهلي تي في. في انتظار ارائكم من وجهه نظركم مين افضل ثلاثه في مواجهه بيراميدز. ونروح لعناوين اخبار حلقتنا النهارده، والبدايه مع حضراتكم هتكون مع بعثه النادي الاهلي اللي اتصل بالفعل لجنوب افريقيا استعدادا لسان داونز في دوري ابطال افريقيا. سفير مصر بجنوب افريقيا يستقبل بعثه الاهلي في جوهانسبرغ. والاهلي يطمئن على جاهزيه طاهر محمد طاهر بعد شكواه من الاصابه. كيروش يقرر ضم 9 محترفين لمباراتي السنغال في تصفيات كاس العالم. والليله قمه نهريه بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري ابطال اوروبا. ارقام قياسيه من سباعيه البايرن امام ريد بول سالزبورغ في دوري الابطال. طيب سريعا جدا نروح مع حضراتكم لجنوب افريقيا وتحديدا لجوهانسبرغ. هنروح لزميلنا فاروق صلاح موجود داخل مقر اقامه الفريق بعد وصول البعثه. طبعا رحله سفر شاقه، والحقيقه يمكن ظروف صعبه جدا بيواجهها النادي الاهلي. هو الحقيقه احنا اتعودنا خلاص، يعني انا مش فاكر امتى كانت الظروف مش صعبه. احنا على طول الحقيقه الفريق يعني بيخرج من بطوله يدخل بطوله، بيلعب دايما في ظل غيابات، بيلعب في ظل اجهاد بدني وذهني. لكن خلينا نطمن على بعثه الفريق في جوهانسبرغ مع فاروق. مساء الخير يا فاروق، وحمد لله على سلامتك. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هذا هو قدر النادي الاهلي، دايما تحدي جديد، بطوله جديده، هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي. قبل ما اتكلم معاك على جوهانسبرغ وعلى اخبار الوصول لجنوب افريقيا والاستعداد لسان داونز، وعايز اعرف طبعا برنامج الاهلي في الايام القليله اللي هتسبق اللقاء، عايز اكلمك على رحله السفر، تكلمني على الطياره، الاجواء ما بعد الفوز على بيراميدز، والناس ازاي بتتكلم على مواجهه سان داونز اللي جايه. يعني خليني في البداية أتكلم على يعني بعد الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف، تعودنا زي ما قلنا خلاص لاعبي النادي الأهلي الفرحة يعني السعادة اللي كانت عند اللاعبين والفرحة بالانتصار على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف. أنا أعتقد هو انتصار عادي، يعني مش هنكبر الأمر، النادي الأهلي فاز على فريق بيراميدز مباراة بثلاث نقاط، هو ده التعامل اللي لاعبي النادي الأهلي على هذه المباراة، وطول الفريق سريع عن صفحه مباراه بيراميدز، والاستعداد بقى للمرحله الاهم مواجهه فريق سان داونز. كان وصول اللاعبين طبعا عقب مباراه بيراميدز التحرك من الاستاد الاهلي والسلام الى مطار القاهره. طبعا زميلي احمد رحله الطيران استغرقت 10 ساعات، كان الوصول لمطار جوهانسبرغ اليوم في تمام الساعه 11:30 صباحا. يعني لدى وصولنا كان في استقبال حافل من وسائل الاعلام. خلينا يعني انوه لنقطه مهمه جدا، حاله من السعاده وحاله من الارتياح النفسي وارتفاع الروح المعنويه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني بعد اعلان النادي الاهلي تجديد عقد مستر بيتسو موسيماني العامين القادمين. اضاف المزيد من السعاده وارتفاع الروح المعنويه لمستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز المعاون، وايضا لاغلبيه او الغالبيه العظمى وكل لاعبي النادي الاهلي في هذا الامر. ده اللي مسناه على الطائره. طبعا رحله الطيران، على مدار رحله الطيران، وعايزين نشكر مجلس اداره النادي الاهلي على توفير طبعا طائره خاصه، دي من الامور المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي في كافه رحلات النادي الاهلي والطائره الخاصه الموجوده طبعا للنادي الاهلي. طبعا عمليات الاستشفاء زميل احمد، انت عارف اللعيبه خرجت من الملعب على الطياره على طول، عمليات الاستشفاء كانت بتتم للاعبين يعني داخل الطائره، دور كبير جدا بيقوم بيه الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي وكابيلو مخطط الاحمال في يعني القيام بالاستشفاء السريع بالنسبه للاعبين. يعني كان في استقبالنا في مطار جوهانسبرغ المعالي السفير احمد الفاضل سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا ومسؤولي السفاره المصريه، وسريعا انهى اجراءات بعثه فريق النادي الاهلي. وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا كانت حريصه انها تكون متواجدين يستقبلوا مستر بيتسو موسيماني، هنوه على مسيرته مع النادي الاهلي وعلى فوزه على فريق بيراميدز، وايضا هنوه على تجديد عقده لعامين قادمين. اسره مستر بيتسو موسيماني كانوا موجودين
كان مجموعه من جماهير النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا حريصين على ارتداء قميص النادي الاهلي والمؤازره ومسانده النادي الاهلي ورافعين اللافتات للنادي الاهلي. نحن نثق في نسر النادي الاهلي. سريعا الفريق اتحرك من مطار جوهانسبرج، كان الوصول لمقر اقامه فريق النادي الاهلي اللي بتبعد عن المطار 35 دقيقة. طبعا كافة الأمور الإدارية، الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ إنهاء هذه الأمور، ثم يعني سريعا مستر بيتسو موسيماني فضل إنه يكون في راحة للاعبين من التدريبات لاكتفاء بها الاستشفاء اللي تمت للاعبين في الطائره او الاستشفاء للاعبين اللي تمت هنا في مقر اقامه الفريق مع اداء بعض التدريبات البدنيه. من الامور المهمه طبعا ان مستر بيتسو موسيماني فضل ده مستر ميشيل يانكون، طبعا الروح مهمه من مستر ميشيل. مستر ميشيل يعني احسن حد يقول صباح الفل. صباح الفل صباح الفل. مستر ميشيل خلاص بيتكلم دلوقتي اللهجه المصريه، يعني بيكلمنا يقول لنا انت ساكن فين، صباح الفل مساء الفل، خلاص يعني بيقول لنا انا بتعامل من المصريين ان انا كريستيانو، يعني انا دي روح مهمه جدا. وزميل احمد المواقف دي والروح دي هي اللي بتجيب الوقفه حقيقي على منصه التتويج وهي اللي بتجيب البطولات. صحيح. انا عايز اقول لك فاروق انه الجمهور بقى بيحس بالذات ميشيل يانكون يعني انه بقى واحد مننا خلاص، يعني في ناس بتيجي النادي الاهلي طبعا انا عارف لغه الاحتراف وعارف ان الناس بالذات العقليات الاوروبيه ما عندهاش فكره الارتباط العاطفي، لكن ده ما حسيناهوش مع ميشيل يانكون وبقينا حاسين ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. واضح انه في جزء مرتبط بالاخلاص والانتماء، الموضوع مش موضوع شغل او احتراف فقط لا غير. خليني اقول لك يا زميلي احمد، يعني انا اتكلم على النادي الاهلي لكن هتكلم على الوطن الاكبر مصر، يعني عايز اقول لك ارتباط بمصر، مين ما يحبش مصر ومين ما يحبش الاجواء في مصر، ويعني انت عارف القلب دايما بيتعلق بمصر. ميشيل يانكون من الامور المهمه جدا بالارتباط بمصر علم اسرته او هو بيتعلم كمان اللغه المصريه قراءه وكتابه، ودي من النقاط المهمه. طيب عايز ارجع معاك الماتش مره ثانيه، عايز اعرف منك بس بدايه قبل البرنامج التدريبي تمام. اخبار الجو ايه؟ لان الماتش هيبقى الساعه 3 العصر تقريبا، فعايز اعرف اخبار الجو عندك في جنوب افريقيا ايه، وعايزك برضو تقول لي هل في ملامح سواء رصدته ده في وسائل الاعلام او مع المسؤولين في جنوب افريقيا، هل في اخبار عن فكره حضور جماهيري في المباراه ولا لا؟ لان عارف جنوب افريقيا منع الحضور الجماهيري بشكل كامل عن ملاعبها، هل هيسمح ده كاستثناء في مباراه الاهلي وسان داونز ولا لا؟ خليني اقول لك هذين الشقين، الشق الاول بالنسبه لدرجات الحراره، يعني بتتكلم درجه الحراره حاليا 15 درجه مئويه، الامطار استقبلتنا لدى وصولنا لمطار جوهانسبرج وده كان مش على عاده الايام الماضيه، الامطار النهارده يعني بتهطل على مدار اليوم. بالنسبه للحضور الجماهيري خلينا نحسم لك الامر، نادي سان داونز تلقى موافقه من اللي كان قدم طلب للاتحاد الافريقي وتلقى موافقه بالموافقه على حضور على 10% من سعه استاد سوكر سيتي اللي هيستضيف احداث اللقاء. الاستاد بيتسع ل 95000 تفرج، استاد الاستضاف نهائي كاس العالم 2010، واحد من الاستادات المميزه جدا. وبالمناسبه فريق سان داونز لم ياخد اي مباراه من قبل على هذا الملعب، لكن طبعا حصل على موافقه من الاتحاد الافريقي ب 10% من السعه الرسميه للاستاد. عايز اقول لك ان ايضا فريق سان داونز كان اخر لقاءين يعني بعد لقاء الاهلي وسان داونز تلقى الهزيمه في مباراه في الدوري بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في بالامس على فريق في كاس جنوب افريقيا بسته اهداف في احد فرق الدرجه الثانيه. ده الشق الخاص بالجماهير وخاص بدرجه حراره الجو. النقطه الاهم الثانيه، النادي الاهلي هيأدي مرانه غدا بتمام الساعه الثالثه على ملعب كايزر تشيفز، واحد من الملاعب المميزه ايضا، ثم هيكون بقى طبعا يوم الجمعه وهو اليوم ما قبل المباراه هيكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني، المؤتمر الصحفي لفريق سان داونز طبعا منكوبا ورولاني. والمناسبه رولاني طبعا هيغيب عن الاداره الفنيه لهذا اللقاء لحصوله على ايقاف لمباراه واحده هي مباراه الاهلي القادمه مع فريق سان داونز. اقدر برضو اطمنك زميلي احمد ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يطمن على بعثه النادي الاهلي ودائم الاتصال طبعا بالدكتور محمد شاوي للوقوف على كافه الامور، متابعه مع الاستاذ طارق قنديل مع الكابتن حسام غالي طبعا الدور المهم، ودي اللي يعني الامور معتاده دايما من الكابتن محمود الخطيب. يتبقى ان شاء الله التوفيق ربنا ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء ونحقق انتصار زميلي احمد باذن الله على فريق صن داونز. ما عندناش شك في ده، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من جوهانسبرج، دي كل التفاصيل الخاصه برحله النادي الاهلي ووصوله واستقبال طبعا معالي السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا لبعثه الفريق، والحمد لله اطمنا على وصولهم بالسلامه. برنامجهم التدريبي يبدا من بكره ان شاء الله، وباذن الله نكون جاهزين
ليوم مباراه يوم السبت زي ما قلت لكم، مباراه ما تقبلش القسمه على اثنين. الخساره طبعا سيناريو لا قدر الله غير مطلوب على الاطلاق، لكن انا شايف ان الاهلي ان شاء الله لو استعاد جزء من يعني ايقاعه وجزء من امكانياته الكبير قدام سان داونز نقدر ان شاء الله نحقق المكسب في جنوب افريقيا. هاخدكم بقى ونروح لاخر اختياراتكم في افضل ثلاث لاعبين في مباراه المريخ الاخيره. والحقيقه المباراه دي زي ما قلت لكم في حلقه اول امبارح انه كان فيها منافسه كبيره جدا بين اربع اسماء، كان عبد القادر وشريف والسليه وهاني، لكن الحقيقه لغايه امبارح لما عملنا فرز نهائي لاختياراتكم قدر محمد شريف وفارق كبير جدا راح لبعيد باصوات الجماهير ياخد المركز الاول ويضيف لرصيده اول ثلاث نقاط الموسم ده. شريف كان من اهم لاعيبه الاهلي الموسم اللي فات وباختياراتكم كان دايما بينافس على المراكز الثلاثه الاولى، ونتمنى ان شاء الله انه الثلاث نقاط دول يرجعوا شريف ويدخلوه في المنافسه بشكل قوي. في المركز الثاني كان نجم الاهلي الموسم ده الحقيقه واللي ماشي بسرعه صاروخ احمد عبد القادر، واللي ما زلت عند كلمتي وما زلت عند رهاني على عبد القادر السيزون ده هيكون ليه دور مهم جدا جدا مع فريق النادي الاهلي، وثقه جمهور النادي الاهلي فيه بتكبر يوم بعد يوم. وفي المركز الثالث كان المتالق والمنافسه كانت بينهم قويه جدا كان عمرو السوليه طبعا نجم خط نص النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحقيقه يمكن يعني عمرو طول عمره لاعب مؤثر ولاعب كبير، لكن السنه دي عمرو في حته تانية، يعني تحس انه استوى ونضج وبقى عنده خبرات كبيره جدا وبقى عنده شخصيه القائد واضحه جدا جوه الملعب، وبيعرف يكلم لعيبته وبيعرف يتعامل مع المشكلات اللي بيواجهها اي فريق في اي مباراه. فالحقيقه عمرو بصراحه السنه دي بيقدم مستوى اكتر من رائع، نتمنى بس ربنا يحفظه من شر الاصابات ويكون ليه دور كبير مع الاهلي ومع منتخب مصر. ونشوف بقى بعد اختياراتكم جدول الترتيب وصل لغايه فين. في المركز الاول ما زال حمدي فتحي المتالق في صداره الترتيب برصيد 15 نقطه من 16 مشاركه، اكرم توفيق الغائب ولكنه الحقيقه كان مقدم بدايه قويه سمحها له لغايه دلوقتي انه يحافظ على المركز الثاني رغم اقتراب يعني اليو جانج وعبد القادر بقوه وراه بنقطه واحده، اليو جانج ب 11 نقطه من 17 مشاركه وعبد القادر 11 نقطه برده بعد النقطتين اللي ضافهم رصيده من 16 مشاركه. علي معلول بينفرد بالمركز الخامس لوحده دلوقتي بعد ما كان بيشارك فيه احمد عبد القادر بتسع نقاط من 16 نقطه، عرضياتك بلسم يا معلول. بيرسي تاو في المركز السادس برصيد سبع نقاط ب 12 مشاركه، ومحمد هاني برصيد ست نقاط من 15 مشاركه، بيليهم عمار حمدي الف سلامه عمار وترجع ان شاء الله في اقرب فرصه، بعد كده السوليه بست نقاط من 14 مشاركه، ومحمد مجدي قفشه خمس نقاط من 17 مشاركه. وجدول الترتيب زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين وبقيه الترتيب في كل المراكز. طيب كده نروح لفاصل بقى ونرجع ناخد اخبارنا مع حضراتكم. يعني طبعا واخدين بالكم مستر موسيماني يبعد عن مانويل جوزيه اسطوره التدريب مع النادي الاهلي بطوله واحده. صحيح مانويل جوزيه حقق اربع بطولات كلهم مع النادي الاهلي، لكن انا شايف ان موسيماني بالسكواد اللي معاه ده وبالرؤيه بتاعه النادي الاهلي اللي بنى فريق حقيقة كلهم يعني متوسط الاعمار، بنتكلم عن متوسط اعمار صغير جدا، وبالتالي قادر الحقيقه انه ينافس دايما على البطولات الافريقيه. والسنه دي لو حقق مستر موسيماني مع الاهلي هيكون اول مدير فني حقق ثلاث بطولات متتاليه، ولانه النادي الاهلي هيكون اول فريق برضه على مستوى القاره الافريقيه يحقق ثلاث بطولات متتاليه، وباذن الله السيزون ده هيكون بتاعنا افريقيا ومحليا ونروح ان شاء الله لكاس العالم وقدامنا هدف جديد. خليني اخد حضراتكم لفقره الجي بي اس، ومناسبه الجي بي اس احنا هنركز شويه اكتر مع لعبتنا الفتره دي لانه طبعا احنا داخلين على مواجهه السنغال ذهابا وايابا، مباراه طبعا صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وبالتاكيد محترفينا هيكون ليهم مشاركه او ليهم دور كبير جدا، فهنتابعهم مع حضراتكم بشكل اكتر. واقول لكم طبعا اللي ما تابعش او اللي ما يعرفش اختيارات كارلوس كيروش من محترفينا المصريين في الخارج عشان يكونوا موجودين في القائمه المبدئيه لمواجهه السنغال. البدايه مع صلاح، الحقيقه يمكن فريقه تعثر في تشامبيونز ليج تعثر غير متوقع، مفاجاه واحده من المفاجات. شارك طبعا صلاح لمده 90 دقيقه كامله في مباراه فريقه امام الانتر الايطالي في مباراه العوده في دوري ابطال، وكان الليفر حسم مواجهه الذهاب في ايطاليا على السان سيرو بنتيجه 2-0. الكل توقع ان المباراه دي تكون نزهه لليفربول، لكن لو تارو مارتينيز كان ليه راي ثاني واحرز هدف وحيد قدر بيه فريقه ان هو يكسب ليفربول في الانفيلد على ارضه وسط جمهوره بنتيجه 1-0. تقييم صلاح خلال المباراه كان 6.6 درجه، كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، كان ليه فرصتين طبعا العارضه وقفت امبارح بادلك لصلاح، يعني كان ممكن يسجل هدفين بمنتهى السهوله.
لكن العارضه وقفت قدام التصويبتين اللي عملهم محمد صلاح. اربع مراوغات ناجحه من اصل 5 محاولات، نجح في تمرير 30 تمريره صحيحه من اصل 37، نسبه دقه وصلت ل 81%، ونجح في 6 التحامات ارضيه من اصل 9 التحامات، وخسر الكره 18 مره. وليفربول طبعا رغم خسارته بنتيجه 1-0 الا انه تاهل لدور الثمانيه في دوري الابطال. صلاح طالع. نروح لتركيا، تركيا بقى فيها عدد كبير جدا، اغلب المحترفين المصريين دلوقتي بيلعبوا في تركيا، والبدايه مع تريزيجيه اللي بيتالق يوم بعد يوم واسبوع وبعد اسبوع، مباراه مع اسطنبول بشاك شهير، شارك كاساسي ولمده 80 دقيقه في مباراه فريقه الاخير امام بشكتاش. الماتش ده انتهى بالتعادل 2-2 لكل فريق، وتقييمه في المباراه كان 7 درجات. وتريزيجيه احرز خلال مشاركته في المباراه دي هدف من الهدفين اللي احرزته او اللي احرزه فريق بشاك شهير. كان ليه 14 تمريره سليمه من اصل 21 بنسبه دقه 67%، انقذ فريقه من فرصه مؤكده، وخسر الكره 13 مره وما قدرش ينجح في المراوغات. بشكل عام لمس الكره في المباراه خلال مشاركته 39 مره، وخلال 4 مباريات مع لعبهم مع اسطنبول بشاك شهير احرز 4 اهداف وصنع هدف، ودي نسبه كويسه جدا، وهو راجع طبعا من غياب واصابه عنيفه. يعني اعتقد انه جزء كبير من مستوى استعاده الحقيقه في مشاركته مع بشاك شهير. فرقته حاليا بتحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطه، والقيمه التسويقيه لتريزيجيه حاليا حوالي 10 مليون يورو. مصطفى محمد علامه الاستفهام. الحقيقه مصطفى محمد واحد من المواهب اللي توقعنا انها يعني تحقق كتير بره، وخصوصا انه بيلعب مع فريق جلاتا سراي، لكنه مش بيمر باحسن اوقاته مع فريقه التركي. شارك لمده 17 دقيقه بس في مباراه فريقه الاخيره امام كونيا سبور، الماتش ده انتهى بخساره جلاتا سراي بنتيجه 2-0. معدل تقييمه في المباراه كان 6.5 درجه، مرر تمريره وحيده سليمه من اصل 4 تمريرات، ولمس الكره 4 مرات فقط، نجح في التحام هوائي 1 من اصل 2. وفرقته بتحتل حاليا المركز 12 برصيد 35 نقطه، والمباراه المقبله لجلاتا سراي هتكون امام برشلونه في اليوروبا ليج او الدوري الاوروبي. نتمنى له طبعا التوفيق، وخصوصا انه مستر كيروش مقتنع بيه، نتمنى انه يكون حاله ويكون جاهز فنيا للمشاركه مع السنغال، لانه كان من اختيارات كيروش في الفتره الاخيره. هل ارقامه دي ومشاركته مع جلاتا سراي تخلي كيروش يغير من رايه؟ اجابه لا يملكها سوى البرتغالي. نروح لاحمد حسن كوكا اللي بالمناسبه وقع عليه اختيار مستر كارلوس كيروش للانضمام للتشكيله المبدئيه او للقائمه المبدئيه لمنتخب مصر. بيلعب لكونيا سبور وشارك لمده 73 دقيقه، بدا كاساسي مع مباراه فريقه الاخيره، شارك لمده 73 دقيقه، والمباراه دي كانت بتجمعه بجلاتا سراي في الدوري. الماتش ده انتهى بفوز فريق احمد حسن كوكا كونيا سبور بنتيجه 2-0، واحمد احرز هدف خلال اللقاء. معدل تقييمه في المباراه 7.2 درجه، حاول على المرمى مرتين. خلال المباراه كان ليه 18 تمريره صحيحه من اصل 19 بنسبه دقه 95%، نجح في المراوغه مره واحده من اصل 3 محاولات، وخسر الكره 4 مرات. بشكل عام احرز 5 اهداف مع فرقته وصنع 4 في 10 مشاركات، وكونيا سبور حاليا بيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطه وبفارق 15 نقطه عن ترابزون سبورت متصدر الجدول. بالارقام احمد حسن كوكا هو افضل مهاجم مصري في الوقت الحالي بيشارك في المحترفين في الخارج مع فرقته. نروح لاحمد ياسر ريان اللي بدايته كانت يعني متوهجه وكان متالق بشكل كبير جدا، لكن مستواه تراجع لحد كبير. بيلعب مع التاي التركي، شارك لمده 16 دقيقه فقط في مباراه فريقه الاخيره امام فتح قره جمرك، والماتش ده انتهى بالتعادل السلبي. معدل تقييمه في المباراه دي كان 6.6 درجه، كان ليه محاوله وحيده على المرمى، لمس الكره 7 مرات، والتاي بيحتل المركز ال 18 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطه. واحمد ياسر ريان كمان من الاسماء اللي وقع عليها اختيار كارلوس كيروش للقائمه المبدئيه مع منتخب مصر استعدادا لمواجهه السنغال. هنفضل في تركيا، والمره دي مع كريم حافظ اللي برضو اختاروا كارلوس كيروش في القائمه المبدئيه. بيلعب لمالاتايا سبور، شارك كاساسي ولمده 90 دقيقه في مباراه فريقه الاخيره امام ادلب بالدوري التركي. الماتش ده انتهى بفوز فريقه بنتيجه 1-0. التقييم اللي حصل عليه كريم في المباراه دي كان 7.1 درجه، كان ليه 38 تمريره منهم 28 تمريره صحيحه بنسبه دقه 74%، ارسل تمريره مفتاحيه وحيده، وكان ليه كورتين عرضيتين منهم عرضيه سليمه، ولعب الكره 12 مره كور
بطوليه منهم 6 كرات صحيحه او سليمه، نجح في 3 التحامات ارضيه من قصد 6 وانقذ فريقه من 6 فرص، لمس الكره 61 مره ونجح في 4 التحامات ارضيه من قصد 7، ومالاتاي سبور فريقه بيحتل حاليا المركز ال20 والاخير في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 20 نقطه. لألمانيا هنتابع عمر مرموش النجم اللي ابتدى يرجع مرة تانية للملاعب بعد غياب، والحقيقة يمكن مباراته الأخيرة أحرز فيها هدف ولكن تم إلغائه بداعي التسلل. عمر مرموش شارك في المباراة الأخيرة لشتوتغارت أمام بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني لمدة 89 دقيقة، وشتوتغارت قدر يفوز بالمباراة دي بنتيجة 3-2 وأحرز فيها زي ما قلت لحضراتكم عمر مرموش هدف تم إلغائه بداعي التسلل. معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.4 درجة، حاول على المرمى 4 محاولات، نجح في المراوغة 2 من أصل 7، ونجح في تمرير 14 تمريرة سليمة من أصل 17 بنسبة دقة 82%، فاز ب3 التحامات أرضية من أصل 11 التحام وخسر الكرة 13 مرة، وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة. مرموش نقدر نقول برضو في الطالع. من ألمانيا هنروح للسعودية، مصطفى فتحي التعاون السعودي، ومصطفى الحقيقة بدايته كانت موفقة جدا مع التعاون السعودي، ومن الأسماء اللي اختارها أيضا كارلوس كيروش للانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر. شارك لمدة 98 دقيقة في تعادل فريقه أمام الفتح في الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 1-1 وأحرز خلال اللقاء هدف فريقه، معدل تقييمه 7.2 درجة، مرر 14 تمريرة سليمة من أصل 19 بنسبة دقة 74%، ونجح في المراوغة 2 من أصل 3، نجح في 6 التحامات أرضية من أصل 12 التحام، خسر الكرة 16 مرة، وفرقته حاليا بتحتل المركز 12 في جدول الترتيب في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة. يتبقى طبعا في السعودية أحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة، وأحمد حجازي طبعا بعيد عن المشاركة بداعي الإصابة، وهيكون المحترف الوحيد اللي هيغيب عن قائمة مباراة السنغال. نتمنى كل التوفيق لمحترفينا، في منهم كتير في الطالع وفي منهم كتير ممكن يكونوا إضافة، لكن في النهاية القرار هيكون لمستر كارلوس كيروش واختياراته طبعا حتى من اللاعبين المحليين. خلينا نروح لفاصل، نرجع نتكلم على الاهلي وسان داونز، مواجهه السبت المنتظره، وبالتاكيد كلامنا على تشامبيونز ليج ومواجهه ناريه النهارده اللي هتجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان هيكون مع حضراتكم في السادسه بعد الفاصل مباشره. طبعا يعني امبارح كان عندنا ملحمتين، ملحمه الانتر مع ليفربول وملحمه السبعيه بتاعه البايرن. يا جماعه يعني ناس كتير جدا كانت متوقعه انه البايرن مش هينافس والبايرن مستواه متراجع، امبارح البايرن قدم عرض ولا اروع. واللي ما شافش الماتش حاول على الاقل تتفرج على الهايلايتس وتركز اكتر مع القوة الضاربه، القوة الهجوميه، خط هجوم البايرن الناري، سواء ليفاندوفسكي او كومن او جنابري ومن وراهم ليروي ساني. يا جماعه يعني الكره الهجوميه كما ينبغي ان تكون، يعني الناس امبارح قدمت تابلوهات، التفاهم ايه، انسجام ايه، كره ايه، متعه ايه، حاجه يعني زي ما الكتاب بيقول، زي ما بيقول. والنهارده عندنا مواجهات لا تقل متعه ولا اثاره ولا اهميه. طبعا المواجهه الاولانيه المواجهه الكبيره طبعا النهائي المبكر هيكون بين ريال مدريد وبي اس جي، مباراه الذهاب انتهت 1-0 في فرنسا، والنهارده العوده في مدريد، والكل بيتوقع خروج الريال وانا منهم لكن على كل الاحوال مباراه بره الحسابات وما فيهاش توقعات. المباراه الثانيه هيكون فيها يعني اللي عايز يتفرج على متعه الكوره، اللي عايز يتفرج على اهداف كتير، هتكون مباراه السيتي وسبورتنج لشبونه، ان مباراه الذهاب انتهت في البرتغال بنتيجه 5 لصالح السيتي، وبالتالي النهارده السيتي في نزهه. على كل الاحوال هنتكلم على ده، وبالتاكيد ماتش سان داونز مش غايب علينا لانه هيكون ليه وجود هو الاساس النهارده معانا. طبعا مباراه مهمه جدا، بيشرفنا النهارده شريف سالم محل اداء، هنتكلم معاه على الكره العالميه ونتكلم معاه على الكره الافريقيه برضو. شريف مساء الخير واهلا بيك. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. حل. جاي مبسوط النهارده طبعا ولا ايه؟ طبعا. ماتش امبارح الاول، يعني طبعا انا بشوف ان بيراميدز من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله المحليه، والمنافس بحكم الارقام المنافس للاهلي لغايه امبارح يعني على الصداره. اهم الايجابيات، واذا كان في سلبيات رصدتها في اداء النادي الاهلي برضو يهمنا نهايلايت قبل ما نروح لسان داونز. الماتش اجمالا كان جيم كويس قوي ما بين 2 مدربين كويسين، لكن واضح فرق الامكانيات ما بين الـ2 مدربين كوتشنج وايز بقى على الخط. 2 مدربين واقفين. المواجهه امبارح كانت كبيره بين موسيماني وايهاب جلال. كانت مواجهه، يعني دي الماتشات اللي الواحد لما بيقعد يتفرج عليها فعلا
بتستمتع كمشجع لما بتفوز، وبتستمتع كمتخصص لما انت بتتفرج على ماتش من النوع ده. كيف تفوق موسيماني على ايهاب جلال من وجهه نظرك؟ في كل حاجه، كانت بدايتها من ازاي الاثنين دخلوا الجيم. الاهلي دخل الجيم اول 30 دقيقه وان سايد جيم، مسيطر على كل انش في الملعب. بعد كده بدا تدريجيا من اول الدقيقه 30 او 32 بدانا نشوف بيراميدز بيدخل في الماتش شويه. في حاجه حاول يعملها بيراميدز امبارح من بدايه اللقاء، وهي عمليه الضغط ازاي هيضغط على النادي الاهلي. ده تقريبا بدايه اللقاء، يعني ازاي بقى هنضغط على النادي الاهلي من فوق، بنحاول ان احنا نغلط الاهلي وما نطلعوش بالكوره. ده ما حصلش، ما قدرش بيراميدز يعمل كده. بعد كده من الدقيقه 30 تقريبا بدا بيراميدز يدخل الجيم شويه، بدا يبقى فيه يعني مناوشات كده، وانتهى الشوط الاول 0-0. بدايه الشوط الثاني بالنسبه لي كانت بدايه الكوتشنج اكتر، هو ازاي الاثنين المديرين الفنيين هيسوقوا الماتش هما الاثنين، كل واحد على جزء الشطرنج بتاعه قاعد ماسك لعبته بيحركها ازاي في الملعب. وهو ده اللي حصل الشوط الثاني. النادي الاهلي الشوط الثاني لعب بثلاث طرق مختلفه. بدا الجيم ان احنا لما دخلنا الشوط الثاني دخلنا ب 4-2-3-1 لحد ما سجلنا الهدف. بعد كده عملنا اول تغييره بتاعت عمرو السوليه، اتحولنا من 4-2-3-1 ل 4-3-3. بعد كده عملنا تغييرتين، تحولنا من 4-3-3 ل 3-5-2. وعملنا تغيير تاني، تحولنا من 3-5-2 ل 3-4-3، واخر 10 دقائق 3-4-3 سجلنا منهم هدفين. هنا بالنسبه لي كان واضح قوي ان موسيماني محضر اكتر لبيراميدز من ما بيراميدز محضر النادي الاهلي. انا بس معانا حالات الضغط بتاعه النادي الاهلي على بيراميدز، هي دي اللي احنا لو رحنا لها دلوقتي، هي دي بس الحاجه اللي احنا. والضغط ده كان مفتاح الفوز، يعني هدف الاول للاهلي، هدف افشل، الهدف الاول استلام شريف هنا، دي واحده من الفرص اللي بقول لشريف عليها. الاستلام هنا يفرق كتير جدا، والاستلام ده في كره صعبه، هي كره صعبه طبعا، لكن التركيز هنا، وشريف يقدر يعمل ده وعمل ده قبل كده كتير، فكانت تفرق معانا كتير. ده الهدف بتاع قفشه. لو رجعنا بس اول الحاله دي، انا مش يعني الهدف مش مهم، جوده الهدف. خلينا بس نلاحظ ازاي النادي الاهلي بيضغط في كام لعيب ازرق. شوف الشيب بتاع الثلاث لعيبه بتوع النادي الاهلي، هم بيضغطوا على لعيبه بيراميدز. انا مش مهتم بالجول كده كده، يعني ممكن الفرصه تيجي ممكن تضيع. بس ضغط ديانج دي برده، يعني ده الاسيست بتاع ديانج وحمدي. يعني الاثنين يعني مش مهم دي. الجول مش مهم قد ما مهم فكره ازاي بنضغط. بصوا يا جماعه الضغطه دي عامله، بصوا السبرنت اللي فتحه ديانج عامل ازاي. ده حمدي اللي ضغط في الكوره دي بتاعت ديانج. نفس الكوره اللي بعدها دي، الكوره دي حمدي. دي حمدي. دي نروح حمدي. للكوره اللي بعدها دي، ده الجول الثالث. ازاي برضو حسين الشحات، وحسين من الناس اللي نزلت عمل اداء كويس قوي بالمناسبه. ضغط حسين اتقطعت، سجلنا الجول الثالث. طبعا غلطه كارثيه، غلطه جميله. في نقف بقى عند الكوره دي لحظه، نرجع شوف برضو الشيب بتاع النادي الاهلي في عمليه الضغط مان تو مان طول الوقت، ازاي النادي الاهلي ضاغط على نفس الكوره دي. والكوره دي هنشرحها في حاجه رقميه بسرعه برضو، بس نروح للكوره اللي بعدها بتاعه ديانج عشان نبقى خلصنا الحالات اللي احنا عايزين نتكلم عليها. هي دي الحاله، ده بتاعت برضو كوره شريف اكرامي اللي قطعها محمد مجدي قفشه، عرضيه معلول. وحسين برضو حسين ليه كورتين امبارح كوبي بيست الكوره دي، كوره دي خدها ببطن رجله، ودي اللي كانت عايزه بيتهيألي، يعني كانت عايزه وش الرجل، وواحده ثانيه خدها بوش رجله اللي طلعت في المدرجات دي، ودي اللي كانت عايزه بطن الرجل. انا عايز بقى نرجع للحاله دي من اولها. احنا كان ممكن على فكره سكور امبارح يبقى تاريخي، يبقى اكتر من كده، كان ممكن يبقى تاريخي. الكره دي هو يعني ده نفسه، يعني دول مع الرقفه نبقى متفقين. دول مع الرقفه انا متفق. انا عايز بس نرجع الكره دي من اولها معلش. شايف الشيب ده، الشيب بتاع الجول ضغط ديانج بقى. نفس الجول بالظبط. فهل بقى الجول ده كان صدفه؟ يعني مش عايزين بقى حد يطلع يا جماعه في الاعلام يقول النادي الاهلي قطع وسجل، ده صدفه. كرة الجول اهي، هي بالظبط، بس دي ما اتسجلتش، ده كرة شريف اللي ضاعت بس برضه. هو نفس الشيب، وفي فرص كتير. عايزين بقى نروح بس لنقطه مهمه، هي دي. بس انا اخد حاجه على ماتش امبارح. احنا في اوقات كتير جدا لما بيراميدز ابتدى يضغط على الاهلي كنا بنلعب كتير قوي في الصندوق بتاعنا، في البوكس بتاعنا. الحاجات دي منتهى الخطوره، بالذات لما، مش بتكلم على ماتش امبارح، يعني قدرنا نتعامل مع ده في ماتش امبارح، لكن انا اقصد اقول الطريقه دي بالذات مع الفرق الكبيره منتهى الخطوره. والنتيجه العكسيه يمكن الاهلي نجح فيه عكس بيراميدز، انه يضغط في 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 في, في نص ملعب بيراميدز، وخد كره واتنين وعمل خطوره وجاب منهم جول. فرق الجوده
هو بعلاقه طرديه مع الزمن. ايهاب جلال موجود قد ايه مع بيراميدز؟ فوصل اللعيبه دي لمرحله عامله ازاي في نقل الكره في الاماكن الخطر اللي زي دي؟ وموسيماني موجود بقاله قد ايه مع النادي الاهلي؟ فقدر يوصل بجوده اللعيبه في ان انا اقدر اعمل كام نقله في المكان ده وانا مطمن للي انا بعمله. الحاجات دي بس في كور كتير امبارح يا شريف مثلت خطوره على النادي الاهلي. وفي ميس باس في الحته دي يعني هو انا للأسف قاعد اتفرج هو يعني للاسف يعني بتقلق جدا. للاسف انا بس انا يعني مش عايزين ناخد الموضوع في حته الترند قوي. انا يعني عندي لوم كبير واحنا كنا حتى اتكلمنا فيه هنا في حلقه على محمد عبد المنعم بيطولها ازيد من اللازم. امبارح نفس الكلام تقريبا كورتين شبه اللي احنا اتكلمنا عليهم في الحلقه اللي فاتت نفس الحاجه. فهي لو عبد المنعم تخلص من ده احنا هنوصل لجوده اعلى من كده، لان واضح ان عبد المنعم هو اللي هيكون موجود اساسي في الفترات اللي جايه، واضح انه اقنع الراجل اكتر من الناس. فخلاص انت موجود يبقى لازم نركز في الحاجات الصغيره دي لانها هتفرق معانا. انا عايز نروح لحاجه بسرعه رقميه. يلا. بسرعه جدا العرضيات الصحيحه اللي كان النادي الاهلي موسيماني امبارح ليه كان مذاكر بيراميدز كويس قوي؟ لانه نقل بيراميدز من قلب الملعب من خطورته وليد الكارتي وعبد الله السعيد، حطه في الاطراف عند رمضان صبحي وابراهيم عادل اللي مش بيعيشوا احسن الحالات الفنيه. بمناسبه كلامك عن عبد المنعم، مين افضل من وجهه نظرك يعني حد في بناء الهجمه من تحت يعني من ملعبنا؟ بدر كان بيعمل ده بشكل كبير جدا، هل شايف في حد جنب بدر ممكن وايمن كان برضو لما كان فورمه وكان يعني بيلعب اساسي دايما كان برضو عنده القدره بالذات في الكور الطويله. مين بيعمل ده مع في ظل غياب ايمن وبدر بنون؟ هو انا بدر بالنسبه لي بلاي ميكر، يعني هو مش مجرد مدافع بينقل الكوره من تحت، ده راجل بلاي ميكر بيحطك في اماكن خطر جدا بتمريرات تبان من بره انها سهله وبسيطه. انا بحس ان عبد المنعم عنده ده. بس هو محتاج يوصل للسبيس او يوصل للحظه اللي ما بين انا امتى بزودها وامتى انا بلعب بسرعه. يعني ياسر من ضمن اللعيبه مثلا اللي بتحضر كويس، بس عنده ميزه اوقات بتبقى عيب انه لما بياخد الكره بينقل بسرعه، مع ان اوقات لو اخذت الكره وصبرت لحظه انت ممكن تلاقي زوايا تمرير حتى في الكرات الطويله افضل من ان انت تخلص نفسك بتمريره قصيره كان للشناوي او لعبد المنعم. عبد المنعم عنده دي، بيقف لحظه عشان يدور على زاويه تمرير افضل، بس اللحظه دي اوقات بتوصل لحظتين ثلاثه فبتبقى ازيد من اللازم. لو قدر يوصل للنقطه دي الفاصله ما بين ان انا ازيد من اللازم وان انا بمرر بسرعه جدا هيوصل للحته اللي موجوده عند بنون، وهو كمان الحقيقه افضل في الكرات الطويله من اي مدافع موجود في الاهلي. المريخ، بيراميدز، سان داونز، انهي فرقه من وجهه نظرك تقيمها بانها الاصعب او الاقوى؟ سان داونز طبعا. سان داونز ثاني اقوى فريق في افريقيا بعد النادي الاهلي. وهو ده اللي احنا هنشرحه. النادي الاهلي خسر، بس النادي الاهلي كان قوي ازاي؟ ونربط بقى هو انت تقدر تروح تلعب ازاي في جنوب افريقيا وازاي تقدر تجيب مكسب من هناك. لو رحنا لحالات بس بسرعه، موسيماني رايح يكسب 100%. يعني للدفعه المعنويه اللي موجوده عند الفرقه دلوقتي من الفوز على بيراميدز ده يعني لازم تخليك ما تفكرش في اي حاجه غير المكسب. يعني انا بالنسبه لي التعادل دلوقتي في جنوب افريقيا مش هيبقى نتيجه ايجابيه، لانه خلاص انت يعني حطيت على السكيل بتاعك. بس لو ماتش المريخ والهلال انتهى بفوز الهلال او تعادل الفرقتين، انت التعادل بالنسبه لك يعني يبقى قربك جدا من التاهل بصرف النظر عن اول او ثاني. يعني هو في جميع الاحوال الثلاثه بونت على المريخ هنا في القاهره اللي جايين هم دول تذكره الصعود. التيكت بتاع صعود النادي الاهلي هم الثلاثه بونت اللي هنا. لكن موسيماني حط الاهلي، وانت رايح تقابل المريخ وانت راكب في الجدول غير لما تبقى رايح وانتوا تاتا تات او يعني انتوا الاثنين راس براس، الدوافع عندهم تختلف. انا ما عنديش توقعات في الهلال، مش حاسس ان الهلال فرقه تقدر تنصرك في اي حاجه. كانت منافس محتاج منه ان هو يجيب تعادل مع المنافس او يكسبه. بالمناسبه الهلال لعب الموسم اللي فات في الدوري موسم كامل ما خسرش غير مباراه واحده من المريخ. فهو مش يعني ان هو ينصرك في نتيجه ايجابيه ده شيء. الماتش اللي جاي على ملعب الهلال، ماتش الهلال يعني مش هتفرق كتير. يعني كتير. مش بالنسبه الكره السودانيه ما كلهم مع بعض هناك، زي الاهلي والزمالك هنا بتلعب الزمالك هنا في مباراتين بتكسبه في الاثنين في افريقيا في كل ادوار المجموعات. ده مش معناه ان الزمالك لما تبقى دي المباراه بتاعته هيبقى هو هيفرق الموضوع. هو كله بالنسبه لي سواسيه. يعني واضح ان احنا ممكن ما نقدرش عشان الوقت ناخد الحالات اللي هي. طب ايه اللي مطلوب يتغير بدايه؟ هل مطلوب انه اداء الاهلي
في مواجهه سان داونز يتغير عن المواجهه الاولى، ولا شايف انه كان اداء جيد بس ما كان داي اوف، يعني كان ما فيش توفيق، ولا شايف انه على مستر موسيماني يتعامل مع سان داونز بشكل مختلف تماما عن مباراه الذهاب او مباراه اللي اتلعبت هنا؟ هو مباراه الذهاب النادي الاهلي سيطر في كل حاجه، يعني كل حاجه فنيه في المباراه النادي الاهلي سيطر عليها. الحاجه الوحيده اللي ممكن كانت الناس بتلوم عليها هي فكره هو احنا ليه ما غيرناش من 4-3-3 لو احنا رحنا ل 4-2-3-1 عشان نبقى افضل. وهي دي، حد سال السؤال ده للراجل في المؤتمر الصحفي وكان رده ان انا كنت قلقان من الهجمات المرتده بتاعه سان داونز. سان داونز تاني اقوى فرقه في افريقيا بعد النادي الاهلي. طبيعي ان انت لما بتتعامل مع فرقه بالسرعات دي بالامكانيات دي ان انت بتبقى قلقان، لان احنا خطوط الملعب بالنسبه لنا الخطوط الطوليه هم ثلاث مساحات، المساحتين بتوع الوينجين والهاف سبيسز، هي دي اللي الراجل كان حاطط فيها ثلاثه علشان يقفل الهاف سبيسز دي. وهي دي اللي احنا لو رجعنا لحالات الضغط اللي حصلت في مباراه سان داونز والنادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي دايما بيقطع الكوره من الثلث الاول والثاني. فالراجل كان ناجح قوي بال 4-3-3 انه يقفل الهاف سبيسز دي عشان هم ما يخرجوش من 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 الاماكن التمرير بتاعتهم اللي هم مميزين فيها. لكن في نفس الوقت انت كان لازم يعني نو ريسك نو فن، انت سيطرت على بيراميدز حقيقي وانت كنت مسيطر. وبيلسا كان له تصريح شهير جدا وهو واحد من اعظم الانستراكتورز في تاريخ الكوره، يعني قال ان الفريق العظيم هو اللي يخلي الفرق الثانيه كونديشن عليه، يعني انا اللي خلى حالتها على اساس او تبني خطتها على اساس على اساس الفريق الثاني. احنا كده طول عمرنا على فكره، يعني احنا باستثناء الموسم اللي فات مع مستر موسيماني لاسباب كتير بقى، تلاحم مواسم، غيابات، اصابات، اجهاد، معرفش، الراجل لسه جديد، فوقت كتير جدا كنا بنلعب كل مباراه بتكتيك مختلف، احنا اللي كنا بنبني على الخصم او مستر موسيماني بيبني خطته على الخصم. لعبنا مع سان داونز هنا بشكل، ولعبنا معاه هناك بشكل، لعبنا مع الترجي هناك بشكل، ولعبنا هنا بشكل، فاهم قصدي؟ لكن احنا طول عمرنا احنا لينا طريقتنا ولينا اسلوبنا، والفرق هي اللي بتبني على احنا هنعمل ايه. في حاجه يعني اتشهر بيها الجيل بتاع مستر مانويل جوزيه، وهي فكره ان احنا اول ما بنخرج نلعب اي فرقه بره كنا بنلعب بنحط ديفندر زياده، وبدل ما بنلعب بثلاثه قدام بنلعب باثنين، ده اللي كان بيحصل. فدي كانت حاله مرتبطه بالنتائج الايجابيه اللي كان بيحققها مستر جوزيه. انا بشوف ان دي مش انسب حاجه، مش الرقم مش هو الطريقه اللي انت بتدافع بيها، ده مجرد رقم ممكن تقدر تدافع بيه او تهاجم بيه. انا بالنسبه لي هو التصريح بتاع بيلسا لو احنا حطيناه على المباراه هتلاقي ان فرقه سان داونز للمعدل الاستحواذ بتاعها تقريبا طول الموسم 62% خارج ب 38%. هو انت سيطرت على كل حاجه، بس في اوقات بيبقى انت محتاج حظ او محتاج توفيق عشان كل الخطط اللي انت بنيتها دي تقدم حاجه ايجابيه كنتيجه، وده اللي حصل في مباراه بيراميدز. انت كسبان امبارح 1-0، بيراميدز بيروح بانفراد، هو اللاعب والمرمى فاضي ما بيسجلش، بترجع انت تسجل، فالمباراه بتروح في اتجاهك. مباراه سان داونز العكس الصحيح كره محمد مجدي قفشه، راجل اي لو عمل اي حاجه تيجي جول، لو يعني جات له 20 مره كمان 19 منهم هيدخلوا الشبكه وهتضيع اللي ضاعت. صحيح، اي حاجه هتيجي جول الا اللي حصل، ده اللي حصل مرتده جول. فهي التوفيق اوقات بيخدم الخطط، لكن انا بالنسبه لي النادي الاهلي استحق الثلاثة بونت مش حتى التعادل مباراه سان داونز اللي فاتت. بس ميزه الكوره اوقات كمان انها بتديك دروس. انت ليه ما كسبتش؟ ما هو مش معقول برضو ان الراجل اللي اشتغل الناحيه الثانيه وخرج بالثلاثة بونت ان احنا مش هنقول له لا. انت هو كويس قوي انه الدرس جاي في المجموعات، يعني الدرس مش جاي في دور الثمانيه ولا دور الاربعه، لانه خساره الاهلي على ملعبه هنا في دور ثمانيه او دور اربعه هتعقد الحسابات كتير جدا، فكويس انه الدرس جاي بدري. بس ماتش سان داونز هناك تتوقع المواجهه تكون ازاي؟ وهل سان داونز بعد ما كسبه في القاهره يطمع في الاهلي ينزل يلعب كورته سان داونز اللي احنا متعودين عليها في ملعبه في جنوب افريقيا، ولا هيبقى متحفظ نتيجه المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي زي ما انت بتقول سيطره كامله على المباراه هنا في القاهره؟ بالنسبه لي المباراه ال 90 دقيقه المباراه اللي فاتت كانوا تصريح بشكل غير مباشر من الاثنين مديرين الفنيين اللي واقفين على الخط ان يا جماعه النادي الاهلي اقوى خلاص، واحنا هنلعب زي ما كل فرق افريقيا بتلعب الاهلي. الموسم اللي فات نسبه الاستحواذ وصلت حاجه و60% لسان داونز ضد النادي الاهلي في القاهره هنا. الماتش اللي كسبناه 2-0، انت مباراه ماشيه 1-0 عشان انت بذلت مجهود كويس في التمرين واشتغلت على المنافس، ربنا كرمك بالجول بتاع صلاح محسن. 2-0 سهلت عليك المسؤوليه هناك،
دي عمليات الضغط اللي كان النادي الاهلي بيعملها على سان داونز هنا، واللي سان داونز كان ازاي ما بيقدرش يخرج. نشوف برده تقريبا نفس عمليات الضغط اللي حصلت على بيراميدز. فرقه بتلعب كوره على الارض كويس جدا، عندها لعيبه مهاريه كويس جدا، ومستوى يعني شايف ان مستوى التفاهم والانسجام بينهم برده عالي جدا. الفرقه دي تلعبها منين يعني تخترقها منين؟ تعتمد على انك تسيب لهم الاستحواذ وتلعب على مرتدات فرق السرعه، تعتمد على الكرات العرضيه. يعني هو فرق السرعه مش مصلحتنا. يعني هو بالنسبه لي اللي كان بيحصل ده بالنسبه لي مهم. ليه؟ لانه انت شايف ان فرق السرعات مع مش في صالحنا طبعا، مش في صالحنا لا لا خالص، مش في صالحنا. هم اسرع مننا 100% تقريبا، يعني 1 في 1 في كل المراكز في الملعب هم اسرع مننا. يمكن تاو ممكن هو اللي يعني في كومبيتيشن شويه في السرعات. لكن المهم بالنسبه لي اللي حصل في الماتش اللي فات هو ان انت في اكاديميه اسمها سان داونز بقى لها 10 سنين بتنفذ نفس الحاجه كل يوم في التمرين، وبتنفذ نفس الحاجه كل يوم في الماتشات. انت افقدتهم الهويه دي، فده كان تصريح بشكل مباشر ان النادي الاهلي هو الاقوى في افريقيا حاليا، وكل المنافسين في افريقيا هتتعامل معاك سواسيه، ان احنا هنروح نلعب النادي الاهلي في ملعبه وهنقعد في ال 18 ونشتغل على المهمات المرتده. هتروح ازاي تلعب سان داونز هناك؟ انت مش رايح بريتوريا دلوقتي، انت رايح جوهانسبرج، ده الملعب اللي تلعب عليه نهائي كاس العالم. تمام، ممكن نشوف صوره الملعب. وغالبا خليني اقول لكم كده، يعني ده توقع، يعني هو الموضوع ده هيتحسم يوم الجمعه بشكل نهائي، بس يعني غالبا هيسمح بحضور جماهيري في المباراه زي ما قال فاروق معانا بنسبه 10% من ساعه الملعب، يعني 10,000. بس انا توقعي انه العدد هيزيد عن كده. ده ملعب المباراه، ده الملعب اللي انت بتتكلم عليه يا شيف. ملعب نجيلته كويسه، ملعب واسع، ملعب اتلعب عليه نهائي كاس العالم، كاس العالم 2010، ملعب ممتع لما تنزل كلاعب كوره تحس ان انت مستمتع وعايز تلعب كوره. وفاروق قال لنا معلومه يعني برده كانت استغربتها جدا، انه سان داونز ما لعبش على الملعب ده. سان داونز ما بيلعبش على الملعب ده، يعني هو رايح يلعب على ملعب جديد عليه، بيحتاج يسافر، كان الاهلي بيلعب في برج العرب تقريبا. بيحتاج يسافر عشان يروح جوهانسبرج من بريتوريا عشان يلعب الماتش هناك. فبالنسبه لي اكيد مش هنتعامل مع المباراه بمنهج انه احنا الاثنين رايحين ملعب جديد. ده ملعب احسن من ملعب سان داونز 100%. فرق كبير جدا. فبالنسبه لي الملعب ده هيسمح لك ان انت تنفذ طريقتك اللي انت نفذتها في القاهره. تاني حاجه عقليه اللعيبه والمنتاليتي بتاع اللعيبه في ازاي هتتعامل مع المباراه. هل انا هقدر اخرج من القوقعه بتاعه ان انا في جنوب افريقيا فبلعب سان داونز هناك واستحوذ، ولا انا هفضل في القوقعه بتاعه زمان اللي هي انا رايح العب فريق في ملعبه فانا اسيب الكره شويه وادافع عنها شويه. انا بالنسبه لي ملعب خسارتك في القاهره مع التصريح الغير مباشر اللي قدمه الاثنين مديرين فنيين، لان سان داونز عنده اثنين مديرين فنيين مش واحد، الاثنين مديرين فنيين، ان انت افضل مع كل الحاجات دي وكل الانديكيشنز دي، انت لازم تروح هناك تقدم نفس المباراه اللي انت قدمتها في القاهره. ايوه، لان هو في جميع الاحوال انت محتاج ان انت تاكد على فكره ان كل المنافسين اللي هيجوا بعد كده يبقوا عارفين ومتاكدين ان انا بلاعب النادي الاهلي اللي هو الاقوى في افريقيا حاليا كمستوى فني وكارقام وككل حاجه. فانا بالنسبه لي المباراه اللي هناك يقدر النادي الاهلي 100% ياخد طيب نتيجه ايجابيه. قبل ما اروح للطريقه والتشكيل الامثل من وجهه نظرك، فرق الزمني بين ماتش بيراميدز، انت عارف ان الفرقه امبارح خلاص طلعت على المطار على طول، ووصلت النهارده جوهانسبرج، مستر موسيماني مدي راحه، والماتش هيتلعب الساعه 3. الناحيه الزمنيه والساعه البيولوجيه ورحله السفر الطويله دي يعني ممكن تكون عامل مؤثر، ولا سهل ان احنا نتعامل معاها ونتخطاها او يعني نتفادى اثرها السلبي؟ لازم هيكون لها اثار علميه، لكن في النهايه انت معاك وقت كافي، ال 72 ساعه كافيين جدا. اولا انت معاك ال 48 ساعه بتوعك اللي انت هتقدر تتخلص فيهم، او اللعيبه هتتخلص من حمض اللاكتيك او اللي بيتقال عليه في الكوره الحمض المسبب للتعب، اللي هو ده هيتعبك او هياثر عليك يخلي عضلاتك مش كويسه. انت اخذت اول يوم راحه اللي هو النهارده، بكره اللعيبه هتنزل تعمل استشفاء. هم عملوا استشفاء في الطياره اوريدي، في بقى استشفاء بتبقى حاجات تانية. ممكن يختار ان هو يعمل استشفاء في البول، ممكن يختار يعمل تدليك، ايا كان النهج اللي هو مقتنع انه احسن هيعمل استشفاء. فكده هيبقى انت ال 48 ساعه الاولى عندك تمرينه واحده بس، انت مش تعملها فول سيشن، انت بتعملها هاف سيشن، تنزل تعمل سمول جيمز وفان جيمز زي اللي احنا شفناها حتى قبل ماتش سان داونز هنا، كانت اللعيبه عامله فان جيم كده، بتعمل فان جيم عشان ما تبذلش مجهود كبير،
وفي نفس الوقت بتحاول ان انت برضو اللعيبه اللي انت حاسس انها لا زالت مرهقه بتدخلهم في استشفاء. عمليات الاكل بتختلف شويه، تقريبا بنتكلم في حدود 4-5 ساعات، ان بدل ما اللعيبه بتصحى الساعه 7 تفطر الساعه 9 وتبدا التمرين مثلا 10:30 او 11 في القاهره، انت بتصحى تقريبا الساعه 6 وبعد كده بتعمل تمرينك الساعه 7، بتحتاج الساعتين بتوعك عشان تشتغل تمرين الساعه 9، وبعد كده لو هتعمل التمرين الاساسيه بتاعتك الساعه 3. فهو كان عذر، انا بالنسبه لي مش هيكون عذر في المباراه الجايه، لان انت عندك وقت كافي ان انت تحضر لده، وده درس. لو يعني ما ينفعش ان احنا لما يجي حد قبلنا ما نتعلمش منه ونهدم كل اللي فات ونبدا من اول وجديد، لا، انت كان في درس مهم قوي حطه فايلر لما جه وهو رايح يلعب سان داونز، مشي معاهم في الطياره هنا، وده نفس اللي احنا عملناه، خلصنا بيراميدز ومشينا في الطياره، مشي في الطياره وراح واخد يومين راحه، وبعد كده بدا يشتغل التمرينه بتاعته الاساسيه كل يوم الساعه 3 في ميعاد الماتش، واختار في الجزء الهجومي الثلاث لعيبه الافارقه، كان جيلاردو وبادجي و أجايي، لعب بالثلاثه الافارقه اللي بيتحملوا درجه الحراره دي والحاله دي، وامن نص الملعب بتاعه بمحمود متولي كلعيب قدامه. فده درس نتعلم منه، ان احنا لما نيجي نروح نلعب مباراه زي كده في توقيت مختلف نروح بدري يومين ونحضر الحاله الذهنيه والبدنيه بتاعه اللعيبه. هو لو كان ماتش بيراميدز كان الاهلي هيطلع قبل كده بكتير، ما هو يعني الماتش بيراميدز لكن يعني لازال عندك ثلاث ايام، الثلاث ايام تسمح فيهم ان انت تعيد صياغه اليوم بتاع اللعيب بتاعك عشان يقدر الساعه 3 يحط حمل اقصى. هتراهن على نفس الطريقه ونفس التشكيل اللي لعب ماتش بيراميدز اللي ابتديت بيه ماتش بيراميدز، ولا شايف انه سان داونز يستحق طريقه مختلفه وعناصر مختلفه تنفذ طريقه اللعب؟ هراهن على 4-3-3 اللي اتلعبت هنا بنفس الاسلوب بنفس الشكل، ماتش سان داونز، ماتش سان داونز هنا. انا كنت بكلمك على تشكيل بيراميدز امبارح، يعني بما ده اخر ماتش لعبه وشايف اللعيبه، بس مش خد سان داونز. ما هو احنا برضو التاني بعيد قوي، ده انت عديت المريخ وعديت بيراميدز، ما احنا جايين من المقص ما احنا جايين من المقص 4 وبعد كده من 4-2-3-1 رحنا سان داونز، بعد كده رجعنا فاركو، بعد كده رحنا المريخ 4-2-3-1، من 4-3-3 ل 4-2-3-1. فهي هي، بس انا بالنسبه لي يعني سان داونز مهما انت اثبت بكل الطرق الفنيه ان انت لازلت اقوى او ان انت بقيت اقوى من سان داونز، وان انت خليت سان داونز كونديشن عليك في ان انت ازاي قدرت تسيطر عليه هنا في القاهره، لازال سان داونز هو تاني اقوى فرقه في افريقيا. انا متفق معاك، يعني انا بشوف ان الفريق ده اذا كان في منافس للاهلي على اللقب هيكون فريق سان داونز، بس برضه في النهايه انت رايح ليك اهدافك، ايه الطريقه الامثل والتشكيل الامثل اللي يخدم الطريقه دي من وجهه نظرك يا شريف؟ يعني لو مستر موسيماني عايز يكسب رايح يلعب سان داونز هناك وهدفه الاساسي مكسب، هيبتدي 4-3-3 ولا دي طريقه تسمح اكتر لسان داونز انه يعني ممكن ما يمثلش خطوره علينا لكن يمنعنا على الاقل من ان احنا نمسك كوره؟ هل انا لازلت مصر 4-3-3 هتفضل هي نفس الطريقه الانسب لان انت تلعب سان داونز هنا نفس الطريقه اللي لعبت بيها هنا هتلعب بيها هناك ونفس النهج بقى، هي الفرق في الفلسفه 4-3-3 واقعد في ال 18 ولا 4-3-3 زي القاهره واطلع اضغط من فوق واستحوذ؟ لو انت لعبت 4-3-3 بنفس الفلسفه اللي لعبت بيها هنا هتقدر تكسب، لان لو الحظ ما خدمكش في ال 90 دقيقه اللي هنا هيخدمك هناك. ابرز نقاط الضعف اللي رصدتها او شفتها ولاحظتها في فرقه سان داونز، يعني من اين تؤكل الكتف؟ الفرقه دي بتلعب كوره حلو لكن زي اي فريق في الدنيا في بالتاكيد عندهم نقاط ضعف، ايه اللي انت شفته في ماتش القاهره هنا؟ مش عموما يعني في ماتش ايه اللي شفته حاجه يشتغل عليها مستر موسيماني في مواجهه السبت اللي جاي؟ انا شايف ان اكبر نقطه ضعف لو احنا ضغطنا عليها بشكل مباشر نقدر نكسب هو الباك ليفت بتاع سان داونز اللي هو لاكاي. لاكاي لعيب هجوميا كويس قوي ناحيه هاني وبيرسي تاو، ناحيه هاني وبيرسي تاو. لاكاي من اللعيبه اللي عندها فنيات كويسه قوي، عنده سرعات وكل حاجه لكن لعيب عنيف جدا، كروته كتير وعنده مشاكل في التغطيات العكسيه. لو اشتغلنا على المكان ده نقدر نعمل حاجه كويسه، واحنا فعلا رحنا من ناحيته اكتر من مره لكن هو برده كان عامل التوفيق. سان داونز التمركزات عنده فيها مشكله خصوصا الدفاعيه، مش من الانديه اللي بتخسر الكوره كتير او مش من الفرق اللي بتخسر الكوره كتير وهي بتحضر من تحت، حاجه شبه النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت انا لازم اخد الريسك لان برده هرجع لنفس النقطه نو ريسك نو فن، انت لو ما اخدتش الريسك غيرك هياخد الريسك وهيكسب. هو اخد الريسك وعمل ده في التغييرات اللي عملها هنا في القاهره، بدا ياخد ريسك عليك سجل. انت كمان كنادي اهلي ممكن تلعب 60-70 دقيقه 4-3-3
وتقفل الهاف سبيسز بتاعتك، اللي لو احنا قدرنا نجيب الصوره على الشاشه دلوقتي عشان نشرح للناس ايه الهاف سبيس اللي بيشتغل فيها. عايز الصوره بتاعت اهلي وسان داونز؟ اخر صور اهلي وسان داونز، هي دي الهاف سبيسز او دي المساحات اللي في الخطوط الطوليه اللي موجوده في الملعب. طيب، اللي النادي الاهلي كان خايف منها قوي في ان هو يضغط بالثلاثه، يضغط بالثلاثه لعيبه علشان ما يسيبش المساحات دي فاضيه. هي دي بالظبط الحته اللي متعلم عليها في الملعب، هي دي اللي لما الحته متعلم عليها بالاخضر الغامق. بالظبط ده المكان اللي انا لما بطلع واحد من الثلاثه مكان منهم بيفضى، لان اليو ديانج اللي بقى في عمق الملعب، حمدي فتحي على يمين وعمرو السوليه على شماله، فالمساحتين اللي على اليمين والشمال هم دول اللي بيقفلهم طول الوقت عمرو السوليه وحمدي فتحي. لما بطلع واحد منهم وبلعب بمحمد مجدي قفشه، بخسر واحد من الاثنين دول، وبضطر ان انا اكبر المساحه اللي بيشتغل عليها اليو ديانج. عشان كده اليو ديانج لما كان خارج في المباراه اللي قبل اللي فاتت قال جمله مهمه قوي لعمرو السوليه وهو خارج، قال له اتس تو ماتش، يعني كتير كتير. فهي دي بالظبط اللي هو مكتوب هاف سبيس والسنتر والهاف سبيس، الجزء السنتر ده بياخده اليو ديانج. قال له تو ماتش والله. قال له تو ماتش والله. الجزء ده هي دي الفكره، ان انا بضيف لاليو ديانج لما بخرج واحد من الاثنين مساحه من الهاف سبيس انه يشتغل فيها. طيب عندي دقيقتين بس، عايزك تقولي سيناريو الماتش. هل الاهلي يبدا المباراه بنفس الاسلوب والطريقه اللي تعودنا بيه في اخر ماتش؟ يعني كل الماتشات الاهلي بيبتدي بضغط شديد جدا بصرف النظر بيلعب مع مين فين. هل توقع السيناريو ده هيطبق او هيلعب بيه مستر موسيماني في المباراه، انه ينزل يهاجم او يضغط على سان داونز من البدايه، ولا متوقع سيناريو مختلف؟ انا متوقع ان هو هيحترم الاكاديميه اللي هو اسسها. تمام، ده متحفظ، يعني هيبتدي متحفظ. لكن تقدر تستمر بالنتيجه السلبيه لحد 60 70 دقيقه، وبعدها تبدا ترسك كتير قوي. 70 دقيقه احنا نقعد على اعصابنا 70 دقيقه، عايزين جون في اول ربع ساعه عشان الاعصاب تبقى احنا سجلنا في المباراتين اللي فاتوا في بريتوريا في اول ربع ساعه. مباراه فايلر سجلنا عن طريق علي معلول الفاول، والمباراه الثانيه بتاعه الموسم اللي فات سجلنا من ياسر ابراهيم برضو في اول ربع ساعه. ممكن نسجل اول ربع ساعه، نتمنى ان شاء الله يكون سيناريو سهل ولطيف. والمباراه انا برضو باكد، سان داونز فريق محترم وبيلعب كره محترمه جدا ومن اقوى الفرق في افريقيا، لكن ما زلت عند رايي الاهلي قادر جدا جدا يكسب سان داونز في ملعبه في وسط جماهيره. قبل ما نتكلم على الشامبيونز ليج بقى في اوروبا، واخدكم لماتشين امبارح سريعا، والاهم نتكلم على ماتش النهارده باريس سان جيرمان وريال مدريد. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. نبدا معاكم ماتشات امبارح، هبتدي بسبعيه البايرن. بصراحه يعني مبهج ممتع، بيلعب كوره كده يعني، والحقيقه يعني بيميز بايرن ميونخ انه تمشي اسماء تيجي اسماء، مرحله ريبيري و يعني ونجوم كتيره جدا كانت موجوده، تياجو الكانتارا كان موجود ومشي، اريل روبن كان موجود ومشي، فتحس انه الفرقه ازاي النجوم دي كلها هتمشي وهيفضل بايرن هو. لا، جي كومن وجي جنابري وجي ليروي ساني، والحقيقه كره البايرن هي كره البايرن. بحسه شبه بجد والله، بحس شبه الاهلي جدا، الشخصيه المنظومه، يجي اللي يجي ويمشي اللي يمشي، والفريق هو عنده نفس شخصيه البطل. سبعيه امبارح ايه اخبارها؟ وعندهم كمان سقف المرتبات زينا، عندهم سقف كمان مرتبات. عشان في حد بيقول انا ما شفتش، يعني ما افتكرش، لو انا غلط صلح لي، ما افتكرش انه البايرن عمل قبل كده صفقه هلاميه، يعني زي ما بي اس جي عمل مثلا نيمار مش عارف بكام وميسي بكام، مش من النوع من الفرق اللي هو بيعتمد على انه هات النجم اللي هو، لا، حتى عين. لما باعوا نجوم كان كروس لما مشي راح ريال مدريد خدوا مكانه تشافي الونسو. كانت صفقه تبادليه، هم مش بيبيعوا نجوم. مين الفونسو ديفيز؟ يعني مين كان في العالم يسمع الفونسو ديفيز؟ 3 مليون يورو ببلاش، يعني العين اللي بتشوفه وبترصد وتحلل وتقول هو ده في حته ثانيه خالص يا جماعه. وكومان كمان، كومان جاي من يوفنتوس، وكان قبل كده ده سايبينه، كومان ده سايبينه في بي اس جي، خارج اكاديميه بي اس جي، قالوا له يلا مع السلامه شكرا. برضو من اللعيبه اللي تقريبا اشتروه ببلاش يعني. لا، هو الحقيقه البايرن يعني مع الفرق المتوسطه في اوروبا بيبقى مرعب. يعني دايما حاطط الفرق المتوسطه في اوروبا في مكانه، حتى انت كمتفرج تحس ان هو احنا لو لعبنا الفرقه دي هنكسبها. يعني من كتر ما الفرقه دي بتبان قد ايه ضعيفه قدام بايرن ميونخ. على فكره سالزبورج مش فرقه قويه جدا، مش فرقه سهله يعني، فرقه قويه جدا، بس هتشيل سبعه
يعني وبعدين ارقام 7 و8 يعني 8 بتاعه البارسا لسه حاضره برده. ومباراه الذهاب كمان كنت يعني وصلت احساس للناس انه الموضوع فيه منافسه. يعني مباراه واحد في منافسه وفي فرقتين في الملعب. ومباراه العوده امبارح المستوى اللي قدمه بايرن بيقول انه جاهز انه يكون واحد من الفرق اللي تنافس على اللقب فعلا ولا مش مقياس؟ لا مش سكيل خالص، لان كل بطوله عندهم ماتش كده بيكسبوه برقم كبير جدا. ليفاندوفسكي امبارح اسرع هاتريك في تاريخ الشامبيونز ليج، واسرع خماسيه في الدوري من سنتين ثلاثه، احرز 5 اهداف تقريبا في 32 دقيقه. ارقامه مرعبه ليفاندوفسكي. هيكمل في البايرن السنه الجايه ولا متوقع انه يكون من الاسماء اللي هترحل؟ انا عندي توقعات ان هو يعني عنده طموح مختلف، ان هو عايز يروح في حته ابعد شويه. عايز يروح يحقق كل حاجه مع البايرن، هو عايز ياخد الكره الذهبيه. ايوه هي دي، ريال مدريد يعرف يدفع كويس ياخد اللي يدفع اكتر يشيل، يعرف يدفع كويس وياخد الجائزه دي لعيبته. يعني ليفربول كانت مفاجاه الحقيقه بعد عرض قوي جدا قدمه في ميلانو في جوسيبي مياتسا انه ويكسب 2-0. كل قال لك انه مباراه امبارح دي يعني احتفاليه للليفر، ويعني ليفر خلاص تاهل. وفوجئنا الحقيقه بعرض قوي جدا من الانتر، وكاد الانتر ان يفعله. يعني تقدم بهدف لاوتارو مارتينيز، وكان من الممكن جدا انه يحقق المفاجاه ويتعادل مع ليفر على ارضه. شفت ليفربول المباراه ازاي؟ انا شفت مباراه الذهاب الاول كان فيها تنافس، بس كان برضو فيها عامل توفيق كبير قوي لليفربول في ان الانتر بيروح يضيع والليفر بيسجل. ايوه فبالنسبه لي عملوا ماتش كويس. ليفربول لحد السنتين ثلاثة اللي فاتوا كان بالنسبة لي من الفرق القوية جدا في أوروبا، فقد الحتة دي لأنه ما عندوش ديبث كبير قوي أو ما عندوش عمق كبير في السكواد بتاعه. دايما لما لعيب مؤثر بيغيب بتلاقي البديل أقل. يمكن نادرا على السنتين ثلاثة اللي فاتوا لما ليفربول اشترى لعيب وتلاقيه نور زي دياس دلوقتي. أيوه دياس منور لعيب، إضافة قوية جدا، إضافة كبيرة جدا. ما عندوش ده. فكان يعني شايف دياز عدى مينا مينو طبعا، واعتقد كمان انه شايفه انه اعلى من جوتا. يعني لعيب جه فتره قليله جدا وصفقه ما هياش يعني من الصفقه من العيار الثقيل، لكن قدر يبقى يحسسك انه قادر يضيف للفريق. اعتقد مخلي الحته الشمال في ليفربول كلها قلقانه. ساديو ماني قلقان، جوتا قلقان، كل الناس اللي بتلعب في المكان ده دلوقتي كلها قلقانه من دياز، لانه جه اخذ ماتشات اساسي، بقى مؤثر، عمل ماتشات كبيره، فبدات الناس اللي بتلعب في المكان ده تقلق. طب انا قريت بقى وافتكر الكلام ده، دياز جه عشان ماني مش هيكمل مع ليفربول. هيروح فين؟ في يوم من الايام هقول لك افتكر لما قلت لك، فاكر لما قلت لك لويس دياز جاي عشان هو الحقيقه يمكن انت ليفربول عنده ازمه في التجديد لثلاثه مع بعض، والثلاثه تقال جدا، فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح. وفي الفترة الأخيرة في توترات كبيرة جدا بين ساديو ماني ويورجن كلوب. هو شايف إنه في تمييز في المعاملة، شايف إنه مش واخد حقه في الفريق، شايف حاجات كتيرة جدا ممكن تكون مأثرة على علاقته أو مستقبله مع الليفر. فأعتقد إنه صفقة لويس دياز تحديدا عشان تحسبا لرحيل ساديو ماني. لو عمل كده يبقى صفقة ناجحة، لأن هو فعلا من وقت ما جه لعيب منور ومؤثر جدا في الفرقة. فبالنسبة لي دياز. بعد كده المباراة اللي هنا حتى بعد الطرد، يعني حتى بعد طرد سانشيز برضو يعني ايه، الراجل نزل وانزاجي قفل تماما الخط الدفاع بتاعه. ما بقاش بيهاجم خالص، راح بمرتده او اتنين وما كانتش مؤثره، لكن حافظ على المكسب. مكسب كان شكله حلو، بس هو ما يعني رحيل لوكاكو حكيمي عن الانتر افقدهم فرصه المنافسه. الفرقه على فكره فرقه كويسه جدا ومحترمه جدا، وانزاجي مدير فني كويس، بس تهيالي انه فقدانهم لمهاجم بقيمه لوكاكو اضعف من فرصهم. تهيالي لوكاكو لو كان موجود معاهم كانت القصه تبقى مختلفه. هو انا بصراحه بالنسبه لي اخر 20 سنه ما عنديش اي ثقه في اي فريق ايطالي خالص، من بعد ميلان رونالدينيو وبيكهام والمجموعه دي، واللي برده كانت منافسه يعني مش احسن حاجه. هتلاقي اللي قبلها كان ايه؟ كان ميلان ليفربول 2005. ده ايطاليا دي، اليوفي والميلان والانتر دول كانوا يعني بيناموا اوروبا كلها من المغرب، اكبر نجوم العالم لعبوا في الفرق دي، وياما الفرق دي كانت دايما بتلعب لازم فريق منهم يكون في النهائي. يعني اليوفي ده كان بيلعب نهائي او نهائي لا، يعني ما تفهمش ايه التراجع اللي حصل ده مره. التراجع لان الكوره في مرحله معينه
على مستوى المدربين راحت في حته وايطاليا واقفه، وعلى وماركتنج وايز راحت في حته. لا هي انجلترا، انجلترا سحبت البساط من الكل بصراحه. يعني بريمير ليج الحقيقه مره واحده كده كان دايما عايشين على المان يونايتد، المان يونايتد هو اللي في انجلترا. بس لا الليجا كان بينافس، الدوري الاسباني كان بينافس. الليجا كانت بتنافس طبعا، بس يعني برضه الليجا في النهايه بارسا وريال يعني. واتلتيكو يعني وصل نهائي تشامبيونز ليج ودايما موجود في سيمي فاينال. بورتو وصل نهائي تشامبيونز ليج، ومارسيليا وصلت، واياكس خد تشامبيونز ليج. بيحصل ده، لكن اقصد اقول انه يحصل انه في انجلترا يبقى عندك خمس ست فرق بتتنافس دايما على لقب بريمير ليج، اهم نجوم العالم بتلعب في بريمير ليج، اهم مديرين فنيين في العالم في بريمير ليج. ما ده برضه تخطيط، ده ما حصلش بالصدفه. بس ده على شريف، بس ده على الناحيه الثانيه افقد المنتخب الانجليزي هويته. يعني ده على الناحيه الثانيه خلى المنتخب الانجليزي مش المنتخب اللي كان مرعب من اول بنتكلم يورو. هو عمره ما كان مرعب، انا عمري ما شفت مع بس منتخب انجلترا كان مرعب. بيوصل يعني في الستيج بتاعته كان بيروح ستيج عالي، يعني يروح سيمي فاينل، يروح فاينل، موجود دايما في كيرف فاينل. بس هنا لا، ده الوقت بيجري ولازم نتكلم على النهارده. النهارده انت مع الريال ولا مع بي اس جي مبدئيا؟ مين المتوقع انه يجي؟ 100% اتمنى ريال مدريد يخرج، عشان هو يخرج عشان هو بينافس النادي الاهلي على فكره برضه. برضه شوف برضه المصلحه بتحكم. انا بالنسبه بس لي بس هو الريال حتى لو عدى من بي اس جي النهارده مش هيقدر يكمل في البطوله. انا اتمنى يخرج من اي مرحله، المهم ما يحققش اي بطوله قاريه الفترات اللي جايه. هو ينفع الاثنين يخرجوا؟ يعني في نتيجه ممكن تؤدي ان الاثنين يخرجوا؟ نخرج واحد دلوقتي واحد الدور الجاي. مين الاقرب من وجهه نظرك يا شريف في البطوله؟ لحد دلوقتي بي اس جي. مين اللي قدم اوراق بي اس جي؟ بي اس جي بالنسبه لي مقدم حاجه محترمه جدا، وليفربول عنده هويه الانتصار، بيعرف يكسب، بس هو مش مقدم الحاله الفنيه اللي تخليك تقول هو ده فعلا الفريق اللي يقدر يكسب. غيابات الريال النهارده، عنده غيابات يمكن 3 أو 4 لعيبه مؤثرين. عنده اهم ريال مدريد هو يعتبر الثلاثه بتوع نص الملعب. اللي هيغيب منهم النهارده تقريبا 2، يعني واحد 100% هيغيب سسبندد كاسيميرو. كاسيميرو ده 100% غايب. توني كروس مصاب. توني كروس مصاب، يعني في ناس بتقول هيغيب، في يعني في مواقع بتقول هيغيب، في مواقع بتقول لا. ايا كان مش هتفرق، بس انا بالنسبه لي ومندي كمان اعتقد بالنسبة مندي 100% ما سسبندد برضو. هيغيب ايقاف، هيغيب انذارين. ومارسيلو قبل يعني الفتره اللي قبل مندي ما يلعب كان مارسيلو وحش قوي، حتى الدقايق اللي بياخدها مستواه قليل جدا، فده برضه عامل ازمه، الناس ما عندهاش ثقه في مارسيلو. فاعتقد ريال مدريد يعني بيغيب عنه العناصر المؤثره، فده هيضعف الفرقه اكتر. سيناريو بارك دي برانس، بس الالترا راجع النهارده. الالترا بتاع ريال مدريد جماهيرهم كانت غايبه بقى لها فتره، في مشاكل بينهم وبين الاداره، قالوا احنا هنرجع، ونزلوا بيان قالوا احنا عمرنا ما غبنا، واحنا طول عمرنا موجودين، واحنا راجعين النهارده. فانا بالنسبه لي دايما بحس ان الجمهور بيبقى ليه بيعمل الفرق. طبعا. طيب سيتي في سبورتنج لشبونه. سيتي طبعا. طبعا. ريال في بي اس جي، انت توقعت بي اس جي. بايرن في سالزبورج، عندنا بايرن والليفر على حساب الانتر. مواجهات الاسبوع اللي جاي، مان يونايتد في مواجهه اتلتيكو مدريد. اعتقد اتلتيكو مدريد. اياكس في مواجهه بنفيكا. اياكس. اياكس. يوفي في مواجهه فياريال. يوفي. اليوفي. والليل في مواجهه تشيلسي. تشيلسي خلاص، خلص الموضوع من بدري. على كل الاحوال هنتابع، واتمنى انكم تستمتعوا. انا اعتقد انا وشريف هنستمتع بمواجهه المواجهتين النهارده اكتر من رائعين. هتشوف واحده وتابع واحده وتشوف الهايلايتس بتاعتها، لكن في النهايه هتبقى اكيد كره ممتعه. نختم حلقتنا ونقول كل التوفيق لابطالنا ورجالتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في جوهانسبرغ في مواجهه سان داونز، وان شاء الله قادرين نرجع من هناك ب3 نقاط. ويهمني جدا الاهلي يقدم العرض اللي يكشف عن شخصيه بطل افريقيا للموسم الثالث على التوالي. هتكون رساله للجميع انه الاهلي قادر وقادم باذن الله. بشكرك يا شريف، شرفت ونورت السادسه. اشكرك. بشكر حضراتكم على المتابعه، وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشه النادي الاهلي في السادسه. تحياتي ليكم.